السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معنا النهاردة مع تالت فيديو من سلسلة Virtual Labs بعنوان جين 3 Cool Installation. هنتعلم النهاردة ازاي نسطب جين 3 وازاي نضيف راوتر على جين 3. هنتعلم برضو ازاي ننقل أي نتورك برايفت متصممة جوه الجين 3، ازاي نخليها تطلع على الإنترنت عن طريق كارت اللوب باك. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنسطب النهارده جينس 3 1.3.4، ده احدث نسخه نزلت من الجينس 3، لسه نازله امبارح تاريخ 3/6. ندوس نكست. طبعا تسطيب الجينس 3 مفيش اسهل منه. دلوقتي بيعمل داونلود للواير شارك. في مشكله. طيب في مشكلة. طب في النت يعني ايه؟ هنوقف نعمل بوز للفيديو وارجع لكم ان شاء الله بعد ما تصلح. اهلا بكم مرة تانية. النت تقريبا رجع دلوقتي اهو. دلوقتي بيعمل داونلود للواير شارك. طبعا برنامج الواير شارك ده برنامج مهم جدا، بيستخدم في ان يعمل كابتشر الباكتس ما بين اجهزة النتورك، او ما بين مثلا جهاز وجهاز او جهاز وراوتر. يقدر يحلل لك الباكتس دي اكوردنج للاي او اس، خصوصا الباتم فور لايرز اللي هو الترانسبورت لاير والنتورك لاير والداتا لينك لاير والفيزيكال لاير. دلوقتي بيداونلود الوار شارك. دلوقتي اخلص داونلود الوار شارك. نسطر دلوقتي الوار شارك. دلوقتي بعمل داونلود لبرنامج السولار بوينتس. استنى شوية لحد ما يحمله. دلوقتي قرب يخلص تحميل برنامج السولار بوينتس، هخلصه دلوقتي اهو. بيكمل دلوقتي الانستوليشن جينس 3. دلوقتي نزل على الديسك توب اهو. نكست سنو نكست مش فينش. ادي جينس 3. جست كان شو ذس اجين. ادي صفحة الجينس 3. نجيب edit preference عشان نضيف راوتر. داينامكس نجيب الاي او اس راوتر. نجيب نيو براوز. نحدد المسار بتاع الاي او اس سي 7200. نكست نكست. نزود ده دلوقتي النتورك ادابترز. هو في دلوقتي فاست ايثرنت واحدة، هنضيف اتنين اتنين يبقى كده في خمسة التوتال. نحدد الايدل بي سي فايندر. الايدل بي سي ده تكنيك ان انا لو تحدده لكل راوتر انت بتنزله على جينيس 3 عشان يقلل استهلاكه من البروسيسور. واضح كده؟ احنا دلوقتي هنحدد الايدل بي سي.
فينش. مبروك كده حطينا اول راوتر على الجين ستريم. دوس ابلاي اوكي. ادي الراوتر اهو وكليك يمين ستارت كليكتين عشان نخش على الكونسول او كليك يمين كونسول اللي يريحك. طيب دلوقتي عايزين نسطب كارت لوب باك ليه؟ عشان لو احنا عايزين نخلي الراوتر ده نوصله بالانترنت واضح. فدلوقتي هنسطب كارت اللوب باك. هنروح كليك يمين هنا نجيب ران دوس اتش دي دبليو دبليو اي زد دوس نكست ستور ذا هارد وير ذا مانوال سيلكتد فروم ليست و نجيب نتورك ادابترز. فين النتورك ادابترز؟ اهو استنى شويه كده. ايوه مايكروسوفت. مايكروسوفت كي ام تيست لوب باك ادابتر ده كارت اللوب باك اللي هيوصل لك اي نتورك جوه الجينيس 3 بي الانترنت. نكست كده سطب كارت اللوب باك. نروح على كليك يمين هنا او نروح على النتورك. مش مشكلة مثلا بروتوكولز تشينج ادابتر سيتنج. ده كارت اللوب باك اللي نزل عندي. طبعا انا مسطب كارت لوب باك ايثرنت 4 ايثرنت 3 ايثرنت 2. يعني انا دلوقتي عندي اربع كارت لوب باك اوكي. فانا دلوقتي اللي انا لسه مسطبه دلوقتي كارت الايثرنت 5 ده كارت اللوب باك. كليك يمين ستاتوس ونجيب بروبرتيز نحدد له ستاتيك اي بي مثلا 192.168.3.1 بس كده مش هنحدد له ديفولت جيت واي ولا دي ان اس سيرفر اوكي. طيب دلوقتي عايزين نخلي كارت الوايرلس اللي هو متوصل على الانترنت نعمل له شير. نعمل شير للانترنت اللي على كارت الوايرلس نعمل له شير مع الايثرنت 5 اوكي. هو انا بالاساس اصلا كنت عامله على الايثرنت 4 الشيرنج ده بس انا هشيله وهفتح الكارت مره تانية. نجيب بروبرتيز ونجيب شيرنج allow other network users to connect through this computer's internet connection ونجيب على كارت الايثرنت 5 اوكي. اوكي كده الشيرنج تمام على الايثرنت 5 تمام. اوكي طيب نرجع لجينيس 3 تاني. كده عملنا كارت اللوب باك وعملنا شيرنج من الكارت الوايرلس مع كارت اللوب باك ده اوكي. هنفتح جينيس 3 تاني. عايزين نعرف شويه كونسبت مهمه جدا في الجينيس 3. اولا ايه الفرق ما بين الهوست وما بين الكلاود والفي بي سي؟ الفي بي سي ده عباره عن جهاز يعني بيحكي لك جهاز على الجينيس 3 من غير ما تحتاج الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس اوكي. يعني حاجة بسيطة كده بس أنا مش هستخدمها. الهوست ده جهاز أنت بتنزله على الجينيس 3. لو أنت عايز توصل مثلا من الراوتر للجهاز ده بص بيجي لك كل كروت الشبكة دي واضح كده. الفيديو اللي فات أنا علمتك إزاي تكاري في ام نتات على الفي ام وير الفيرتشوال نتورك اديتور وإزاي تضيف في ام نت أنت عاملها على النت الفيرتشوال نتورك اديتور ازاي تضيفها على في ام 100 او ازاي تضيفها على مكنه على في ام وير اوكي. فمثلا يعني لو انا مثلا عايز افتح مثلا هفتح الفي ام وير مثلا انا عندي مثلا بي سي 2 اوكي. انا حاطط له في ام كام؟ انا حاطط له في ام 4 اهو واضح كده. طيب دلوقتي لو انا عايز اوصل بي سي 2 عايز اوصله بالراوتر فبالتالي انا هوصل من الراوتر على الفي ام نت 4 فبالتالي كده الراوتر بقى متصل على البي سي الموجود على في ام وير. لازم تفهم الريليشن دي كويس جدا اوكي. دي اول حاجه بناخدها. طيب هنشيل ده. دلوقتي الكلاود ايه الفرق بين الكلاود وما بين الهوست ده؟ الكلاود برضو تفتح هنا كليك يمين كونفيجر. الكلاود انت بتضيف كروت الشبكه اللي انت عايزها على الكلاود كارت كارت
لكن الهوست بيبقى متعرف عليه كل كروت الشبكة. ده الفرق الوحيد او الفرق اللي انت محتاج تعرفه في الفترة دي، ان انت كلاود ممكن مثلا هنا انا عايز اوصل الراوتر على الانترنت، فبالتالي هو انا عندي اصلا الانترنت ده عشان اوصل الراوتر على الانترنت لازم اوصله بكارت لوب باك. طب كارت اللوب باك عندي واخد كام؟ ايثرنت 5، تمام اهو ايثرنت 5. دوس اد، دوس ابلاي، دوس اوكي. هنغير مثلا اسم الكلاود دي نسميها انترنت، تشينج اوف نيم انترنت، اوكي. طيب ونضيف ونوصل الراوتر بالايثرنت 5. يقول لك unable to create generic ethernet NIO. طيب في مشكلة لازم تعرفها، لو انت ضفت كارت، لو انت ضفت كارت بعد، ودي هي الصراحة دي قابلتني يعني كذا مرة المشكلة دي، ان انت مثلا لو ضفت، انت سطبت جينيوس 3 وجيت تضيف كارت بعدها عن طريق الفيرتشوال نتورك اديتور او عملت لوب باك، فبالتالي هتواجهك مشكلة في توصيل الكارت ده على اي جهاز نتورك جوه الجينيوس 3، تمام. فبالتالي انت المفروض تسطب كل كروت الشبكه اللي انت هتحتاجها باللوب باك بكروت الشبكه الموجوده جوه الفيم وير، بعدها تسطب الجي ان اس 3، والا الجي ان اس 3 مش هيقبل توصيل الكارت ده، تمام. فبالتالي مثلا انا هوصل يعني، فانا عشان احل المشكله دي انا هضطر اشيل الجي ان اس 3 واحطه مره تانية. فطب انا هوفر على نفسي الخطوات دي كلها، انا كده كده عامل انا عامل يعني حساب الحوار ده، فانا عشان كده مسطب ايه كذا كارت لوب باك عندي، تمام. طب انا مثلا مسطب كارت لوب باك ايثرنت 4 وعندي ايثرنت 3 ايثرنت 2. طيب يبقى انا دلوقتي مثلا هنقل الشيرنج من الوايرلس مع الايثرنت 5، اخليه مثلا مع الايثرنت 2، تمام. فهنروح هنا كليكين بروبرتيز كيب شيرنج، نشيل الشيرنج مع ايثرنت 5 دي مرة تانية، كليكين بروبرتيز شيرنج نجيب مع الايثرنت 2. دلوقتي انا عملت الشيرنج مع الايثرنت 2، تمام. هو دلوقتي واخد اي بي 192.168.137.1. لو انت عملت شيرنج من الكارت الوايرلس لي الكارت لوب باك، كارت لوب باك بياخد اي بي اما 192.168.137.0/24 يعني في السبنت دي، فبالتالي مثلا بياخد دوت واحد، او بياخد 192.168.0.0/24، ده على حسب اللي بيحدده كارت الوايرلس عندك، اوكي. فنفهم المشكله تاني، ان انا دلوقتي بعد ما سطبت الجينيس 3 ضفت كارت اللوب باك، اوكي. اي كارت بيزيد عندك هنا بعد ما تكون انت سطبت الجينيس 3 بتواجه مشكله في توصيل الكارت ده او التعامل معاه جوه الجينيس 3. فبالتالي انت بتخلص عشان تحل المشكله دي، خلص تسطيب كل الكروت عندك وبعدين اعمل انستول للجينيس 3، اوكي. فبالتالي انا عشان احل المشكله دي عشان اوصل بكارت الايثرنت 5 ده المفروض اشيل الجينيس 3 واحطه مره ثانيه. طب انا عشان اوفر على نفس الخطوات دي انا وصلته بايثرنت 2، تمام كده. طيب هنعمل كونفيجر، هنعدل مثلا، هنعمل ده ديليت ونضيف مثلا ايثرنت 2، اد ابلاي، اوكي. نوصل من الراوتر للايثرنت 2. طيب دلوقتي الراوتر بقى متوصل على ايثرنت 2 والشيرنج اتعمل، تمام. نخش على الراوتر، هو متصل بالكارت لوب باك عن طريق ايثرنت فاست ايثرنت 0/0، فهنديله اي بي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اي بي ادرس 192.168.137.2. هنعمل نو شوت داون، نعمل تو بينج على 192.168.1. تاني اهو عمل بينج الحمد لله. بعدين هنحط امر الاي بي راوت 0.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 
بينج تاني على الجوجل دلوقتي. بص الراوتر اللي عملت بينج على الاي بي بتاع سيرفر جوجل وهو عمل بينج عليه، يعني انا دلوقتي الراوتر متصل عندي بالانترنت. اوكي طيب، في حاجة أخيرة، لو أنا عايز أخلي جهاز، أنا مثلا موصل الراوتر ده عايز أوصله على البي سي
اللي جوه الفي ام اللي هي بي سي 2. طبعا انا هعمل ريزوم ليها كده. طبعا ملحوظه ان انت لو عايز تقفل جهاز فيه الفي ام وير قدامك تدوس كليك يمين تجيب باور، يا اما تدوس شات داون جاست او تدوس باور اوف او تدوس سسبند. طب ايه الفرق ما بين كل الكلام ده؟ لو انت دوست شات داون جاست يبقى انت بتقفل الويندوز من جوه، يعني انت عملت شات داون من جوه الويندوز. اوكي، دوست باور اوف يعني انت كانك شلت الفيشه، واضح كده؟ يعني انا عايز اقفل قدامي شات داون او باور اوف، فانا شات داون جست يعني انا دوست شات داون من جوه الويندوز، باور اوف يعني انا كاني شلت الفيشه فهيقفل في لحظتها، ودي طبعا بتضر المكنه عندك. اوكي، طيب السسبند جست يبقى انا حطيت زي ما تقول كده ان انا حطيت الويندوز عندي في الوضع الستاند باي. تمام، الريستور جست نفس الكلام، يعني انت لو عملت الكلام ده الثلاثه دول، ده الشات داون، ده السليب، ده الريستور، بالتالي وده الباور اوف انت قفلته على طول، السسبند انت عملته سليب على طول، الريست بتعمل له كانك دوست على زرار الريستارت. تمام كده، فيستحسن لما اجي اقفل المكنه عندي اقفلها بالسسبند، اقفلها بالسسبند سواء من هنا او من هنا مش هتفرق. اوكي، لكن لما تيجي تقفلها اقفلها من الشوت داون جيست، لما تيجي تعمل ريستارت اعمل ريستارت من الريستارت جيست مش من تحت، لا الريست ولا الباور اوف. طيب انا دلوقتي عم بعمل ريستور او ريزم للبي سي 2، انا عايز اوصل بقى ايه الايثر في ام نت 4 اللي هي على الفي ام 100، واوصلها مثلا بس ايثر زيرو، واروح على الراوتر انترفيس بس ايثر زيرو اي بي ادرس انجلوس مثلا 10.0.0.1 ماسك نو شت داون. دلوقتي بقى انا عايز اخلي الجهاز ده يطلع للانترنت، عايزه اخليه يطلع الانترنت كات لوب باك. فاللي انا هعمله ان انا هخلي الراوتر يعمل نات، هيعمل نات للسب نت اللي هي 10.0.0.0/24، هيطلعها بره على الفاست ايثرنت دي اللي هي 192.168.137.2. واضح كده، فبالتالي انا محتاج اعمل نات. هعمل نات ازاي؟ اولا هروح انا دلوقتي على فاست ايثرنت 1/0، هعمل امر اسمه اي بي نت ان، طيب وعلى فاست ايثرنت 0/0 اي بي نت اوت، وبعدين اكزيت. طبعا انا ملحوظة مهمة جدا، الناس اللي انا مثلا ملحوظة اللوب باك دلوقتي ان انا بقى مثلا بعمل دي اي بي هات والكلام ده كله، ده للناس اللي هي دارسة الجينيس 3 او على الاقل وصلت لحد الراوتنج ووصلت للنات. واضح كده، هتفهم قوي الكلام اللي انا بقوله. تمام، اما اذا كنت انت مثلا لسه ما درستش السي سي ان راوتنج سيرتشنج ولسه ناوي تخش فيها، فاستنى شويه لحد يعني مثلا اقف مثلا في الفيديو لحد ما تتعلم ازاي تسطب راوتر. اوكي، لكن اي حاجه غير دول، اي حاجه غير دول بعد ان انت تسطب راوتر سكيب الجزئيه دي، دي مش هتفهمها دلوقتي، تصبر شويه لحد ما تخلص التشابترز بتاعت الراوتنج وكذلك التشابترز بتاعت النات في السي سي ان اي. تمام، اكزيت، نرجع تاني اي بي اكسس ليس، اعمل اكسس ليس 1 بير نت 10.0.0 وايلد كارد ماسك، وبعدين اي بي نت انسايد سورس ليست 1 انترفيس بس 0 اوفرلود، يعني هعمل بات، وبعدين هنعمل دي اتش سي بي لان نتورك 10.0.0 وديفولت راوتر ودي ان اس، وهنعمل مثلا اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريسز من 10.0.0 ل 10.0.50، دو رايت سيف. نروح على الوكاله، طبعا هو هنا بيقول لك ان انا مش واخد اي بي نيفر ريبير. الحمد لله واخد اي بي، اهو خد اي بي، خد اي بي. تمام، روح على رن سي ام دي، نعمل مثلا بينج على الراوتر
بيبقى انا جربته. نعمل بينج على الجوجل او www.google.com، بيعمل لك البنج اهو. يعني الجهاز ده دلوقتي اصبح متوصل بالانترنت، نفتح مثلا انترنت اكسبلورر. الجهاز دلوقتي بتوصل الحمد لله على الانترنت. طيب انا وصلت الجهاز ازاي على الانترنت؟ اولا ان انا كريت كارت لوب باك، كريت كارت اللوب باك قبل ما اتسطب الجي ان اس 3. اوكي، يعني انا عملت. انت ممكن تقول لي ايه؟ طب يا احمد انت ليه ما سطبتش كارت اللوب باك وبعدين سطبت الجي ان اس 3؟ يعني انت كده تعبتنا. تعبتنا ليه؟ ما انا كده هضطر اشيل الجي ان اس 3 تاني و احطه مره تانيه. فانا عملت ده عشان اوريك المشكله، يعني عشان ما تقعش فيها تاني، لان انت لازم تخلص تسطيب كافه الكروت بتاعتك وبعدين تحط الجي ان اس 3 بتاعك. عشان كده انت بتلاحظ ان انا عندي 13 كارت في ام نت، انا عامله في في ام وير 13، فلان انا عامل كروت زياده يمكن احتاجها قدام. لان انا لو ضفت كارت وهيواجهني مشكله جامده جدا، لو انا ضفت كارت بعد ما سطبت الجي ان اس 3 هيواجهني مشاكل جامده جدا في توصيل مثلا الكارت ده من الراوتر للكارت، تمام، او من الكارت للسويتش. اوكي، طيب في ملحوظه عايز اوريها لك. ايه الفرق؟ ايه الايثرنت سويتش ده؟ الايثرنت سويتش ده يعني سويتش، مش سيسكو، ده ستاندرد، يعني ما فيهوش الا فقط ان انت تعمل في لانز وترانك، الكلام ده كله. لكن انك تعمل بقى ايه الادفانسد فيتشرز في السويتشنج، في اللي انت تاخدها مثلا سي سي ان اي راوتنج سويتشنج وسي سي ان بي تراك سويتشنج، ما تقدرش تعملها طبعا على السويتش ده خالص، لان ده اصلا مش كوماند لاين. يعني انت جيت السويتش هنا مفيش اي كونسول، مفيش اي حاجه، بس جيب كونفيجر دي الحاجات اللي قدامك. فانت السويتش ده مش هتقدر تعمل بيه حاجه. اوكي، فبالتالي انا محتاج احط سيسكو سويتش. طب انا احطه ازاي؟ والله احنا هنحطه عن طريق الاي او يو. كان زمان قبل ما ينزل الاي او يو كنا بنجيب راوتر 2691 ونحط له مديول 16 بورت سويتشنج، وكان بيدينا مثلا في حدود 60% من الامكانيات السويتشنج الموجوده في اي سويتش سيسكو. ولكن دلوقتي انت دلوقتي عن طريق الاي او يو تقدر تضيف سويتشات سيسكو، سويتشات سيسكو لجينيسيس 3، وده هيبقى ليه فيديو مستقل. طيب انا دلوقتي عملت تعمل كارت اللوب باك، بعد كده تسطب الجينيسيس 3، تمام، وتعمل شيرنج. خلي بالك تعمل شيرنج من الوايرلس هنا لكارت اللوب باك، تجيب ان انت تجيب بروبرتيز. اوريك الخطوات، بنراجع الخطوات اهو. تجيب شيرنج، just allow other network users to connect through these computers internet connection، وتجيب على الايثرنت 2 او كارت اللوب باك اللي انت عملته، تمام. هتلاحظ ان كارت اللوب باك بياخد اي بي عندك، تمام، تأكد منه اهو. تحط الراوتر بتاعك، توصل الراوتر بتاعك بكارت اللوب باك عن طريق انك تروح على جينيسيس 3 تطلع كلاود. انا طلعت كلاود اهو. كلاود منين؟ من هنا. وبعدين بتروح على الكلاود، كليك يمين عليها كونفيجر، بعدين تروح هنا على الايثرنت وتعرف كارت اللوب باك بتاعك وتحطه اد، بعدين توصل الراوتر بالكارت ده وتدي للاي بي بتاعت الانترفيس اللي رايحه على كارت اللوب باك في نفس السبنت اللي فيها كارت اللوب باك، وبتعمل امر شو اي او تعمل امر اي بي راوت او ستاتيك راوتنج من الراوتر لكارت اللوب باك. وبعدين عايز تطلع اي اجهزه من جوه انترنال الراوتر بتطلعها عن طريق انك تعمل نات، وخلصت القصه. انا خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.